استكمال لمسيرة الخير الداعمة لمخيم زايد العلاجي الذي تقيمه مؤسسة نور دبي، أحد مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من يعانون من الإعاقة البصرية. أعلن اليوم عن التكفل بعلاج عدد من الحالات الإنسانية لأصحاب الهمم الذين يعانون من الإعاقة البصرية. توفير الرعاية لمخيم زايد العلاجي جاءت في إطار المشاركة بالمبادرات الخيرية داخل وخارج الدولة لتخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك في ظل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ختاما أتوجه بالشكر لمجلة 999 الصادرة عن وزارة الداخلية الشريك الإعلامي للمؤسسة التي تقدم خدماتها الإنسانية في المناطق المحتاجة بقارتي آسيا وأفريقيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في الخارج.